النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أمرنا معشر الأنبياء، يقول أمرنا يعني الله أمر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذن لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احذر، انتبه، لا تتكلم على عالم من العلماء. نحب الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله. نحب كل أئمة الإسلام، ولا يمكن نتكلم فيهم بكلمة، لكن لابد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأئمة الأربعة رحمهم الله أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.